مرحبا. اليوم بدي اورجيكم جيم اسمها كويلتس اند كاتس اوف كاليكو. هي مبنيه عن بورد جيم اسمها كاليكو، بس لانه اوريدي في فيديو جيم اسمها كاليكو فاضطروا يغيروا اسمها مشان الفيديو جيم. رح نعمل بلاي، طبعا دائما اللي بيجي اول بيسمي اول، ما هيك رح نعمل نيو جيم هون وحنلعب اللعبه العاديه. طبعا هون انا هيومن عندي اثنين ضدي، ما حطيت ثلاثه، ما في داعي، بتصير اطول. وراح اعمل ستارت. على فكره دائما بس العب بورد جيمز بحب العب ثلاثه دائما، انا هذا الشيء يعني بحب اسوي دائما. طيب خلينا هلا اول شيء نصف هدول. عندك اي اي بي بي سي سي، معناها بده يكون في شغلتين مختلفتين، شغلتين متشابهتين بس بكون مختلفين عن بعض، فمشان هيك بكون اي اي بي بي سي سي. هلا بس بلش الجيم، هلا حتفهموا علي شو قصدي. راح احط هذا هون، تمام، او هون مثل بعضها. راح احط هذا هيك ثلاثة، وهذا ثلاثة واثنين واحد، حيكونوا هيك وحنبلش. اوكي هلا شوف كيف الجيم تمشي. بدنا نبلش نصف هدول اللي هي بصايره مثل بساط، بدنا نظبطه هذا البساط على اساس تيجي تنام عليه القطه بعدين. بدنا نعمل الاشياء التاليه. اول شيء بدنا نحاول نصفهم بشكل حوالين هدول مشان ناخذ هدول اللي هن النقط. اوكي هدول هن النقط، حيتعبوا هون طبعا. عندك هون رمز وعندك الرسمه، شايفينها. فهلا مثلا اذا حطيت هون هذا هون مثلا، اوكي حيصير بدي ححطها هلا، مو مشكله، بصير بدي كمان امر تاني، بصير عملت التو ايس. وإذا عملت هاي الرسمة كمان واحدة تانية بصير عندي التو بيز. فهذا هي هيك فكرة الجيم. طيب خلينا نحن هلأ نرجع شوي. بدي أحاول أعمل شيء تاني كمان، هو هاي شايفين بيقولك إذا عملت خط من خمسة ورا بعض من نفس الرسمة هاي بتاخد 11 بوينت. فأنا مثلا حط هاي هون، ماشي، لأنه هاي واحد اثنين، فأنا هيك خلصت اثنين من خمسة وبلشت اللي هو الأصفر تبع هاي الجهة. فمثلا خلينا نقول الأصفر، لأنه بلشنا أصفر، حأخذ هاي وحطها هون وقل له go ahead. فهلأ هيك بدنا نبلش نحط الرسمات. أوكي إذا قلنا مثلا هاي مثلا، أوكي A A B B C C D D، إذا قلنا هاي حنحطها هون، هاي كمان بدها 3 بلس لحتى تزبط. فممكن كمان نحاول اني مثلا نحطها هون، شايفين هاي هيك حنحطها هون مشان شو نجمع الثلاثة بلس مشان تطلع لنا هاي القطة هون وناخد البوينتس. عم حاول دور على القطع اللي حيلزموني مشان اعمل الرسمة كاملة نظبطها. طيب هاي هون هيك، شايفين هلا اني خلصت ثلاثه، حطوا لي القمر وحطوا لي القطه هون، لانه هي ثلاثه من ابو النقط، فاخذت ثلاث نقط وثلاث نقط لاني كملت القمر. فهيك بتصير بتجمع نقط، مو شرط تخلص هدول، ممكن تجيب نقط باي شكل تاني. فبدك تحاول شو انك ترتبهم بالطريقه المضبوطه لحتى تاخذ البوينتس الاكثر، يعني عدد ممكن من البوينتس. طيب اذا قلنا هون بي بي سي سي، خلينا ناخذ هاي، ماشي، ونعمل هيك هذا هون. اوكي نيوتن، اذا قلنا الصفرة هاي حطيناها هون، ماشي، بلشنا نعبي اشياء على هذا المكان. هلا هذا بيقول لك بدي 11 بسطر واحد، فلا ما حيمشي الحال، هذا كتير طويل، فلا نحن نحط هاي هون. لا مو هون، سوري، هاي هون، ونشوف شو وين الطريق بياخذنا فعليا مع الوقت. حناخذ هاي، لا مو هاي، ما بدي هاي، بدي هاي. هلا بنشوف ليش، ما بعرف ليش اخذتها بس بنشوف ليش. اوكي طيب هلا هون حنبلش نعمل الاشكال اللي هي هون. خلينا نعمل هدول اصعب يمكن، او هدول الرسمة هاي حتكون هيك، حتكون هيك. طيب إذا قلنا هذا هون، ماشي، أو لا مو هذا هون، خلينا نحط هذا هون. بدي حاول خلص هدول الرسمات، نعمل ثلاثة تانين وراح شيل هاي، هات لتشوف، سحبها كان بدي إياها بس يلا مو مشكلة. هدول طبعا لعيب التانين عم يسحبون. رح حط هذا هون، ومنه كمان عملت ثلاثة جداد. هون صار عندي هدول الأشكال. فهلأ هدول الأشكال بدي حاول دير بالي أني أعمل مجموعة جديدة هون. رح أسحب هاي وأعمل next. طيب
إذا حطينا هاي هون هيك صار عندي هدول، هأخذ هاد مشان نوصلها معهم وأعمل مجموعة أبو ثلاثة من اللي هو الأزرق مشان نوصل ناخذ ثلاثة بوينتس من هون. هلأ كمان إذا طلعنا هيك هنلاقي إنه عنا هذا بي بي مثلا وهذا سي سي، فممكن هلأ نشوف كيف بدنا نجمع الألوان بشكل ناخذ كمان قطع هون. هذه هحطها هيك، هلأ شوفوا شو صار. هيك عنا هاي الرسمة منا اثنين، هاي الرسمة منا اثنين، وهاي الرسمة منا واحد. فعلى الأغلب بدنا نجيب يا أبو هذا المقطع يا أما أبو هاي نحطها هون ماشي. وهي كمان بنفس الوقت أخذنا هذا الشيء. رح ناخد بدنا شو بدنا ناخد نقطة نقط نقط هاي هات هاي أو لا مو هاي هاي سوري هاي يلا هون. طبعا اذا خمسة بشكل معين بتاخذ هدول، وهون الخط الكامل. طبعا بدك تحاول انك تنتبه شو عم تعمل وشلون عم ترتبهم. هلا هاي مثلا اذا حطيناها هون بصير عندي تنتين، هاي ما حتنفع هون ماشي، بس ممكن تنفع هون لانه هون وصلنا حنوصل هون ثلاثة ونخلص تبع اللي هي الزهر من هاي الجهة. اذا اخذنا الصفرة حتنفعنا كتير. ليش؟ ممكن حطها هون واكسب انه عندي الالوان هون 3 3. هلا لكم هسه قفلت هاي 3 A 2 B 1 C، هاي اول وحده تمام. بعدين 3 A 2 B الرسمات 1 C، فانا هيك جمعت 11 بوينت من هون لاني جبتهم السته كلهم تمام. فهلا خلينا نطلع هون هلا شلون ممكن نعمل. هناخذ البوينتس اللي هون ولا لا؟ اذا بدنا بدنا عندنا 2 0 فهدول الرموز خلصوا. بدنا نشوف شو عندنا اشياء تانية ممكن نعملها. خلينا ناخذ هاي بدنا نشوف هلا شلون ممكن نظبطها. بس مبدئيا ححط هاي هون. اوكي ححط هاي هون. هيك صار عندي اللونين هدول، هدول اللونين اللي حيكونوا بهاي الجهة. هاخد هاد لأنه بدي كمل الرسمة لفوق. اوكي مشكلة، ما لا مشكلة، ما في مشاكل، الله لا يجيب مشاكل. هاي هون هيك وهاي معه، وحناخد هاد. ليش أخذت هاي الرسمة؟ هلا حتشوفوا هون شلون حزبط القصة من فوق. طيب رح حط هذا هيك. لاحظوا هاي 11 من هون هيك أخذناهم لأنه شو زبطنا هاد 1 2 3 4 5، وهدول بده 5 فأخذناهم وزبطناهم. هذا بيقول لك لازم يكون 5 هيك جنب بعض لزق بعض. ما بظن أنه في عنا أي شغلة إلا هدول التنتين اللي هون ممكن نزبطهم وناخذ 9 بوينتس هدول. هلا بنشوف إذا بتزبط معنا. بس مبدئيا خلينا نشوف هون شو بدنا نعمل. هون بدي أخضر وأصفر أوكي، فأنا ممكن أخذ هاي، ممكن أخذ هاي، وهون بدي البنفسجي والأزرق. أوكي بنفسجي والأزرق، بنفسجي وأزرق، واحدة بنفسجي واحدة أزرق، وبده يكون واحدة من هذا اللون واحدة من هذا اللون. سو هاي الزرق، لا مو أزرق، هذا الأزرق الثاني سوري. خلص ناخد الخضرة مبدئيا ونشوف شو حنعمل. هلأ هيك على الأقل نكسب السبعة بوينتس. ما بعرف إذا حجيب 13 بس بنحاول نكسب السبعة بوينتس. طيب هلأ هاي الخضرة، قبل ما نحط الخضرة نحط هاي هون ونكسب هون ثلاث نقط من الوردات. أوكي نسحب الخضرة. أنا واحدة بدي هاي. إيه يلا على الأغلب ما حقدر جيبهم هدول البوينتس اللي هون، أعتقد إنه ما حقدر جيبهم. طيب تعرف شو هاي هيك، هاي الرسمة هي هاي، فالخمسة هاي ما حت بدنا نحط أوكي خلص تمام. هذا هون حناخد واحدة بنفسجي حنحطها فوق. هاي منيحة ليش؟ لأنه منكمل الطقم. هذا هون بيصير بدنا أزرق أبو نقط. إذا لقينا أزرق أبو نقط لازم نسحبه دغري. أوكي هلأ هاد الأخضر هاد حيكون ولا محل، بلا محل هون. بس أول شيء خلينا نحط هاي هيك. طيب هلأ بدنا زرق أبو نقط صار مشان نكسب هالنقط اللي هون. هون ما حنقدر نكسب شيء لأنه ما حنلحق أصلا، فخلينا نركز على شيء تاني مثلا أنه نكمل مجموعات، نكمل أشياء مثل هاي مثلا. أخذها هيك، هذا أسرع خط
طيب هاي هدول بده ثلاثة جنب بعض مشان يعطيني البوينتس. سو ممكن نعمل هاي هيك مبدئيا مشان ناخذ هدول. تمام. وهون فوق بدنا نشوف اذا هي الرسمة بدنا واحدة من هاي. مزبوط هيك صح. بدنا الازرق ابو نقط هذا هون. طيب هاخد هاي. هاي منيح بحطها هون باخد منها اللي هي التسعة بوينتس اللي هون. هحاول جمعهم. طبعا انا دائما بلعب على اساس اني فوز اعمل اكتر عدد من الارقام. ما حسب لي اياها ليه؟ هذا النوع يا للسطلان انه السطلان العظيم. يلا بسيطة فينا نجيبها غير مكان نحط هون مثلا حاستفيد. طيب هات هاي يلا ازرق ابو نجمات ابو رسمات ما حيبفعني هاد. ما في ازرق ابو بطيخ هذا هون على الأقل اخذنا من هدول. ورح اخذ هاي ولا هاي. هات هاي. اذا طلعت طلعت ما طلعت مو مشكلة بنكون على الأقل حاولنا. ما في. طيب معناتها حط الزرقة هاي هيك. هلا هيك اخذنا السبعة على الأقل. الرسمات ما حيمشي الحال هاي البي السي فيلد شايفين فما حيعطيني غير السبعة بوينتس واللي هنا النعمة يعني مناح ما حنعترض أبدا. طيب بدنا شغلة نكمل فيها الزرق اللي هون ما حيمشي الحال معناتها حأخذ whatever مثل بعض هاي ولا هاي ما حتفرق. يلا لو كان في واحدة زرقة كنت كملت هاي وأخذت هون هذا الشيء يعني هذا كان لازم يجي بكير شوي بس يلا ها هذا هون منيح كمل لي أبو ثلاثة فنعمة. وهي سبعة بوينتس راحت السبعة ما في. وهيك بتشوف انت قديش بتجمع نقط أكتر واحد عنده نقط بيفوز بالجيم. هذه هي كاليكو. اوكي بلعبة بسيطة جدا حتى البورد جيم تبعها لذيذ هيك لما تلعبها مع العيلة وكذا. نشوف هلا فعليا البوينتس المفروض انه احنا فزنا يعني بس هاي هي الجيم. مثل ما قلت لكم لطيفة كتير. شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين سلام.